استاذ محمود، ما زلنا هرجع لنقطه اتكلمنا عنها الاسبوع الماضي، لسه حاله الهجوم على النادي الاهلي مستمره بشكل فج وبشكل اكثر شراسه، والناس طول الوقت بتتطرق لعلاقه الاهلي بنجومه الحاليين والصغار والكبار واللي اعتزلوا السابقين. يعني في ايه؟ في حاله من البحث عن اي مشكله بين الاهلي وبين اي اسم ارتبط بالنادي الاهلي؟ من ما انا قلت لك كده اكتملت الصوره. هناك على ما يبدو مخطط واضح ومتفق عليه لتشويه صورة هذا الكيان. لازم تلاحظ على الطرف الآخر الكلام اللي بيتقال، محاولة ايه؟ صناعة يقين وتثبيته عند البعض ان البطولات كذا، ان البطولات بالحكام، ان البطولات، يعني عارف ايه؟ كلام خايب سميه، كلام فاشل سميه، مش لاقي اعمل معاك حاجه فبدور على ايه؟ مش لاقي، ما انا مش عارف اعمل ايه معاك، عاوز ادور، عاوز اهد الهرم اللي اتبنى ده، عاوز اهده، فبحاول اشكك في اي حاجه، بحاول اضرب في اي اتجاه يمكن تصيب ولن تصيب، بل يعني الخساره كبيره جدا، والخساره كبيره جدا لما يبقى الكلام ده موجود عن بعض الاهلاويه اللي بيشاركوا في الكلام ده، بيخسروا تواجدهم، ولانه جمهور الاهلي بقول لك وبعيد نفس الكلام، جمهور واعي وذكي وفاهم وعارف، خلاص ما عادش يعني مساله الجمهور بصفه عامه ما عادش سهل انك تضحك عليه، تطلع بكلمتين تتاجر بيهم عشان تدور وتقول رساله. هناك حاله فراغ، مش لاقيين حاجه نعملها. ما لما تيجي تقول لي تعالى البرامج اللي هي جايبه بتجيب هي نفس الوجوه، وتقلب من سنه مش عارف 30 سنه و40 سنه ومش عارف ايه والكلام ده، وكانه يعني ايه مش لاقي حاجه يقول لي انا بدور لك على اي حاجه واجيب واحد. لكن يحتاج من اداره النادي الاهلي ومن المسؤولين انه الكلام ده توقف عنه، يعني حاجات دي تسجل ولا تترك، لابد يكون فيها موقف، وموقف واضح والرد على الناس دي وكشفها. خلاص ما عادش ينفع الكلام. حضرتك هنا تقصد الرد اعلاميا ولا بشكل قانوني؟ لا، الرد بشكل قانوني على التشويه ده، ما خلاص اعلاميا. انت بص، انت الاهلي مش هيدخل، مش هينزل لمجلس ادارته، هينزل يطلعوا يتكلموا في البرامج عشان يردوا ويبقوا الكلام ده، وهو ده الهدف. لكن الرد على كل من تجرأ وجرح وشوه لابد يكون الرد ايه؟ البين على من ادعى انه عليه ان يثبت كلامه، انه الرد رادع، مش هينفع كده. انت ايه؟ البعض بيستغل ادبك واحترامك فبيتطاول يتمادى. ما هو مش يعني مش عاوز اقول عيب، اقول لك انه ما شافش العين الحمراء. عيب ان احنا نصل لهذه المرحله ان احنا نبقى نخاف من اللي يعني بتطول علينا ونعمل له حساب وما نقربش منه، واللي بيحترمنا وما بيردش ويسمح انه عنده حريه وسابك تتكلم براحتك، خلاص اتمادى وادوس عليه. لا، الاهلي عنده اللي يرد، وعنده جمهور ويرد، وعنده ادارته تستطيع انها ترد، وعنده كتير جدا. لكن المساله ما تصلش الى هذا الامور، انه كل شويه طالعين حد بيطلع لي واحد يقعد يتكلم ويتطاول، وانه خلاص وانه هو الكلام صح ويحلف وبيصدق نفسه، يعني ايه كلام ايه وايه، ويدعي الفلسفه وكلهم كذابين وبلا تاريخ للاسف. يعني للاسف غريب جدا. يعني السؤال، ما تخليك في نفسك، يعني انت جاي ناحيه الاهلي تعبك في ايه؟ ما تخليك في نفسك، يعني بص على عيوبك وخليك في ناديك اللي انت بتشجعه مثلا، خليك في المكان اللي انت بتشتغل فيه. مدخل الاهلي طرف، بتدور على ايه؟ ما انا زي ما انا قلت لك، انا دلوقتي عاوز اتعرف واتعرف واعمل شهاب، اخبط في مين؟ قلت لك تخبط في الكبير. طب هنفترض ان الموضوع ده في حته تاني، مع كامل احترامي لينا، شوف رد الفعل، ولا كانه حد سمع. لكن دلوقتي انا اقول محمد الجندي طلع عمل مشكله على كاسه الاهلي، خبر منتشر في كل الراي العام بيتلقى لسه الكلام ده ولا بيفرز يا استاذ محمود؟ لا بيفرز. يعني بيشوف النهارده استاذ محمود صبري اتهم حد بشيء، مش بيطلب منك البينه على كلامك الراي العام، او بيحاسبك عليه لو ما كنتش بتقدم ما يؤكد كلامك؟ بص، في جزئيه بتفرز وفي جزئيه عندها تصدق اي حاجه، لانها بتعشق نظريه المؤامره. الجو ليه ده؟ يعني عارف انت الحاجات اللي احنا بنسمع عنها، ده الحكم مش عارف ايه، ده اللي مظبطين الدنيا، ده اللي مش عارف متفقين على، يعني عارف انت الكلام ده، عارف اللي عايش في نظريه ان كل الدنيا ضده، ويقعد يقنعك انه مش عارف يعني الحكم الاجنبي ماله وانت خسران كل تاريخك كله بالحكام الاجانب مثلا،
او تيجي مثلا اصل التحكيم المصري كذا كذا، يعني عارف انت ايه، عارف ان انا بدور على حاجه عاوز ابين بيها ان انا يعني اتظلمت وان اتخذ مني كل حاجه، هيقعد الكلام ده بشديه يا استاذ محمد. على فكره يعني عاوز اقول لك على حاجه، ليه دلوقتي المشكله؟ بس عاوز اقول لك على حاجه، الدوري كان شغال والموسم مستمر قبل ازمه كورونا، ما كانش فيه المشاكل دي. فجاه والناس كلها النشاط الرياضي متوقف ومفيش كوره ومفيش مسابقات والعالم كله مشغول بازمه مواجهه الفيروس ده، ومصر طبعا عندها اعبائها وعندها همومها عند الدوله والحكومه وعند المواطنين وعند الشعب، ونلاقي فجاه الناس اتشغلت بانها تفتعل معارك وكلام على الصفقات والعلاقات والتعاقدات. وفي ايه يعني، ليه دلوقتي تحديدا النبره دي او الكلام ده والتون ده عالي شويه؟ ما انا بقول لك اهو، تعالى بقى احنا فرصه بالنسبه لنا، الجو فاضي دلوقتي، الوقت لو في احداث رياضيه مش هنعرف نتكلم، فتعالى فرصه بقى نخبط بقى في الصوره دي، نحاول نهزها شويه. يعني انت ايه عارف انت الاستمرار، ان انا بحاول اضغط عليك واقنع اللي معايا وبحاول ارسخ واجيب له ناس تكذب يتفننوا في الكذب، دول ما بيخافوش من ربنا، ربنا مش في حساباتهم على فكره، كذب وتدليل وتنمو له فعلا وانا فاكر مش عارف مين وفلان قال ايه، يعني عاوز اقول لك ايه، واللي بيدير كذاب اصلا تعود على الكذب وعلى التضليل، فهو في ماده نعمل ايه؟ ما انا قلت لك ايه نعمل ايه؟ هنشتغل على مين؟ اشتغل على الاهلي ولا اشتغل على اي مكان تاني؟ خلاص؟ اشتغل على الاهلي واجيب بقى الناس اللي الاهلي معاهم مشاكل مثلا مع الاداره مثلا، او ماشي عنده يعني مشي مع الاهلي ماشي بطريقه يعني ازاي؟ يعني ازاي تخش بيت واحد؟ ما هو ده اللي قلق كده، ازاي تخش بيت وتقعد وتاكل فيه وتعيش فيه؟ وشفت قدامك حصل قدامك مشكله ولا اتنين وده الامر بتطلع بره بعد كل الخير اللي انت عشت فيه انت واللي معاك واسرتك كل الناس دي والناس عرفتك وبقيت نجم وخدت بطولات وعملت كل حاجه وتطلع تيجي فرصه، والله اصل انا ندمت ان انا رحت. طب يا فندم منك ندمت ايه اللي جابك؟